والصداقة. الوفد الشعبي التقى أيضا رئيس مجلس النواب الإثيوبي عبيد الله جماديا، الذي أوضح تفهم بلاده لأهمية نهر النيل لمصر، نافيا ما يثار عن أضرار قد تلحق مصر والسودان من بناء سد الألفية على النيل الأزرق. ومن المقرر أن يلتقي وفد الدبلوماسية الشعبية المصري رئيس الوزراء الإثيوبي ميلي الزيناوي في ختام زيارته لأديس أبابا بعد غد. من جانبه قال السفير المصري في إثيوبيا إن الزيارة التي يجريها حاليا الوفد الشعبي المصري هي بداية لصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. ومعنا الآن من أديس أبابا سفير طارق ونيم سفير مصر لدى إثيوبيا. سيد السفير، ما الذي يمكن أن تحققه مثل هذه الزيارة في ملف مياه النيل على وجه الخصوص؟ هي في حقيقة الأمر زيارة مهمة جدا، لأنها بتبدأ صفحة جديدة ما بين البلدين وما بين الشعبين. ما من شك في أن سوف تؤدي هذا إلى انطلاقة جديدة في العلاقات المصرية الإثيوبية في كافة المجالات، وسوف تؤدي أيضا إلى تفاهم أكثر ما بين الشعبين وقيادتي البلدين. نعم، لكن بالنسبة يعني للقاءات الوفد اليوم، ما الذي خرج به الوفد من هذه اللقاءات كنتيجة مجملة؟ هو في حقيقة الأمر اليوم كان يعني مليء باللقاءات، سواء الرسمية أو اللقاءات الثقافية. فقد استقبل رئيس مجلس النواب الإثيوبي الوفد الشعبي المصري صباح اليوم، عقب ذلك لقاء مع رئيس المجلس الفيدرالي، وتبادل فيه الرأي حول سبل دفع العلاقات المصرية الإثيوبية في ظل التغييرات التي حدثت في مصر بعد 25 يناير، والفكر الجديد السائد في مصر بما في ذلك السياسة المعلنة بأننا بنفتح صفحة جديدة مع كافة الأصدقاء والأشقاء، وعلى رأسهم طبعا الأشقاء الأفارقة وبصفة خاصة دول حوض النيل. لكن أخيرا سيد سفير، يعني كدبلوماسي، ربما تثير زيارة الوفد الشعبي إلى إثيوبيا تساؤلا عن ماهية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الشعبية في وضع السياسات الخارجية. يعني هي الدبلوماسية الشعبية غاية في الأهمية، لأنها بتقرب الشعوب لبعضها، وبالتالي تأثير الشعبي على الحكومات تأثير كبير، وبيؤدي بالتالي إلى تفاهم ما بين الحكومات. السفير طارق غنيم سفير مصر لدى إثيوبيا، شكرا جزيلا. في مرحلة ما بعد ثورة يناير، يظل عمال مصر رهانا أساسيا